بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان وما كنتم، هذه الانطلاقات الجميلة والانطلاقات المستمرة، ينطلق أيضا شوطنا التاسع على حضراتكم مع المركز الأول مع الصدارة هذا الشوط. الشانية ناصر بن عبد الله الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول، المركز الثاني مذيار محمد بن سعيد الكاسبي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث القدوم والتقدم من الشانية عبد الله بن حمد المالكي على المركز الثالث والمركز الرابع، هناك مغذي هلال بن مبارك الدويكي على المركز الرابع والمركز الخامس، القدوم هناك من مذخورة سالم بن سليمان الحجري اللي ينطلق على خامس المراكز. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الجميل والانطلاق المثير اللي انطلق على صدارة هذا الشوط. انطلقت الشانية ناصر بن عبد الله الوهيبي، انطلق نحو المركز الأول، يبي يبحث عن النقطة الثالثة، هذا الشعار الجميل، لكن نرصد القادم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه سحابة أحمد بن سعيد الوهيبي اللي ينطلق هناك مع المركز الثاني، انطلق وقادم بقدوم أيضا أقوى مميزة. الله الله الله، ارصد يا مصورنا على اللي تقدمت مع المركز الأول، سحابة يا سحابة نحو المركز الأول مع الصدارة هذا الشوط. أحمد بن سعيد بن مناخ الوهيبي سلالة نجدة هناك المتواجد في هذا الشوط، تنطلق مع المركز الأول ضمن سجلاتها الحافلة الجميلة والمميزة، تضيف هذا الإنجاز بقيادة سحابة. ما شاء الله على هذا الأداء الجميل أحمد بن سعيد، أشكرك يا أبو سعيد على هذا المتابعة، تهانينا والناموس لمالك سحابة أحمد بن سعيد الوهيبي. المركز الثاني شاهنية ناصر بن عبد الله الوهيبي، والمركز الثالث شواهين سالم بن سلطان القفيلي. توقيتنا الزمني 2:03 هو التوقيت الزمني لهذه الشوط وبقيادة سحابة أحمد بن سعيد الوهيبي.